شوفوا هاي التحفه الفنيه وراي. هي شاشه جي 1 من ال جي، احدث شاشه بالعالم. الشاشه تجي بنظام اوليد، تعرف اشرحلكم على مواصفاتها، مكتوبه عندكم هنا. هذه مواصفات الشاشه والمعالج. الشاشه راح تكون بيها نظام نيفيديا جيسنز والفريسنز من انتل البريمير، وايضا راح يكون بيها نظام الفي ار ار والاي ال ال ام والاي اي ار سي، هذني انظمه خاصه للالعاب. بالاضافه الى الشاشه راح تجي بمعالج اي 9 مو الاي 7، احدث معالج من ال جي اي 9 جالا 3. هذا المعالج اول معالج استخدموه شركه ال جي بشاشات الجي 1. معالج كلش سريع، يعطيك اداء رهيب جدا، ويعطيك سرعه رهيبه جدا باستقبال البيانات وتعديل البيانات واصدارها على الشاشه. سرعه الشاشه او سرعه ادخال البيانات للشاشه يبلغ 2.1 ملي سكند، يعني ملي ثانيه، فهذا رقم كلش كبير نشوفه بالنسبه للشاشات. يعني الالعاب نهائيا ما راح يصير بها لاكات ولا راح يصير بها تقطيع. طبعا الشاشه راح تكون تدعم 120 لقطه بالثانيه، 120 هرتز و120 فريم، مع ال HDMI 2.1 ومع معالج ال A9 راح نلاحظ اداء سلس واداء رهيب. هاي الشاشه امامكم هي شاشه ال جي جي 1، سعرها راح يكون 1950 1980 1990 حسب وقت السعر، وقت العرض ووقت البيع. هذه الشاشه نقدر نسميها احدث شاشه من ال جي بالعالم حاليا، يعني انتاجها موجود وموجوده بالاسواق، تعتبر احدث شاشات العالم من ال جي كمعالج وكاداء وكانظمه وكتقنيات خاصه لاهل الجيمنج. يعني شاشه خرافيه خلينا نقول عليها. اكو ملاحظه بسيطه، اول شيء هاي بيها بس 65 حجم، ثاني شيء ما راح تكون بها قواعد، يعني ما تصير مثل هذه. شوفوا هاي قواعد، هاي لا، هاي راح تصير فقط تعليق على الحائط، يعني ما تقدر تخليها على الميز. فتاخذها تصور عندك عباك لوحه فنيه مثل ما نلاحظين. فاتمنى تكون استفادوا من هاي الفيديوهات اللي قاعد نقدمها. انا كرادة خالد، مقابلني بس امام جواد، متوفر توصيلكم محافظات العراق. لقطه اخيره للشاشه مستمره.